اقسم بالله ما نكذب عليك اخي تاع العادل. هذاك اللي كنت كتبغي تسكت بالبلاد نقول لها ربي وكيلك مازال طلع نسيد ربي ونتحاسبوا. سمعتيني وسمعتيني نقول لها خليتك الله تعرف علاش عيش والله شاء كنت كنبغيها مني شي وحق الله كون قالوا لي عطيها الدم نعطيها الدم ونتمشى بالماء ولكن سيدو ماج بعت راسها رخيصه راني خرجت مازال انا في الحبس راني خرجت من الحبس المشكله نهار لا كلاس نهار عرسه ومرض نتايا وهاني موقع والو حق الله سيدي ربي كيسامح اي واحد حتى حنا يمكن ان نسامحه وننساو عايشين في عالمنا ولا مور بالكيلو جامي نطيحو واخا كنا كنميلو داكشي اللي بيناتنا ما يوصفو تستيلو توعدنا نديرو فاميلا نعيشو في سلام الاولى نسميوها مريم والتاني ادم ما جاتش